وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. أهلا بك سيد جمال في نشرة أخبار الثامنة، وما هي قراءتك لمضامين كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. بداية أود أن أتقدم بخلاص الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على حضوره هذا الاجتماع الدولي الهام لتكون البحرين حاضرة على أعلى المستويات. أن السلطة التشريعية ممثلة بالصحن معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب أكد على توافقهم مع كل ما جاء في خطاب سموه، مؤكدين على دعم السلطة التشريعية لمواقف الحكومة الموقرة في مختلف المجالات التي تناولها الخطاب. برأينا الخطاب كان شامل الموضوعات التي تهم مملكة البحرين ودول العالم، ويهم الإشارة إلى بعض الموضوعات التي تناولها خطاب سموه. فقد أكد سموه على ضرورة إصلاح أنظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لضمان أن تعكس الحقائق الجيوسياسية الحالية، كما أكد على ضرورة أن تلتزم الجميع بالسلام كركيزة أساسية لبناء الازدهار الجماعي والأمن المستدام، بعيدا عن ما تقوم به بعض الدول لحماية مصالحها على حسب مصالح الآخرين. وترون الخطاب الموضوع الفلسطيني عندما ذكر أن الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية بفقد أكثر 40,000 جلهم من الأطفال والنساء، وأكد على ضرورة صيانة الأرواح البريئة كما ينص عليها القانون الدولي، وضرورة وقف إطلاق النار وتبني مسار موثوق لا رجعة فيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة. كما أكد سموه على نهج مملكة البحرين الداعم بقوة للتعددية والتنوع الثقافي، وأشار بكل فخر إلى إطلاق جلالة الملك حمل التعايش السلمي إيماناً من جلالة الملك المعظم من الاحترام المتبادل لإنسانيتنا المشتركة هي من أسس استدامة التناغم العالمي، ودعا دول العالم للانضمام ودعم مبادرة مملكة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. ولم يغفل سموه أن ينبه دول العالم بما تقوم به مملكة البحرين من وضع المواطن محوراً أساسياً لكل برامج التنمية. هذه بعض الموضوعات الهامة بالإضافة إلى أمور أخرى تطرق لها خطاب سموه تصب كلها في صالح استقرار العالم ليكون أكثر أماناً وعدلاً.